ازيكم. فيديو النهارده هيكون بيتكلم عن طريقة رسم الكلب. نبدأ ان احنا نبدأ نشتغل. اول جزء هنشتغل فيه هيكون هو القرنية بتاعة العين. هنبدأ ان احنا نحدد بيه اللون الاسود نفس النمط الاتي ده كده. هبدأ ان انا اخش على التفاصيل كلها. اهو نحدد الاول الاوتلاين بشكل بسيط. بعد كده ابدأ ان انا اخش جوه العين نفسها جوه القرنية. ابدأ ان انا احدد اضيف الاجزاء واسيب جزء خفيف جوه اللي هو اللمعه دي. بنحاول بقدر الامكان ان انت ما تقفلش العين كلها عشان تسيب مكان فاضي باي ناتشرال عشان ما تضطرش ان انت ترجع بالوايت جيل وتبدا ان انت ايه تراجع على المنطقه دي. بعد كده هتبدا تستخدم يا اما قلم فرشه يا اما تستخدم بلندر بحيث ان انت تسيح كل الايه الاجزاء اللي موجوده. طيب انا هبدا ان استخدم درجه من درجات البني. فابدا ان انا بنفس النمط الاتي ده كده هبدا ان انا ارجع على العين بحيث ان تديني التفاصيل اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها. اهو هبدا ان انا اسيح دلوقتي بقلم بميه او بفرشه مبلوله بميه. طبعا زي ما قلنا قلم فرشه او فرشه ايا يعني كان النوع اللي انت ايه بتشتغل عليه. طيب بعد كده هتبدا ان انت تدي التفاصيل جوه حوالين العين نفسها. اهو هبدا ان انا اسيح وابدا ان انا ادي التفاصيل. طيب نتابع مع بقى معانا. في المرحلة دي ان انا ادي طبقات او اللير التحضيرية بتاعت الشيب نفسه او الكتلة اللي انا شغال عليها اللي هو في الحالة دي الكلب. ابدأ ان انا افرش الدرجات زي ما نقول الدرجات كلها فيدنج. ضروري جدا ان انت ما تفرش طبقات سوليد، لا لازم دايما الفرشة موجودة معاك تدي روح الاكوريل ان انا الحاجة موجودة وجاية بفيدنج، وضروري ان انت تتبع كل جزء ايه موجود فيها. بعد كده هبدأ ان انا انقل على التفاصيل بقى بتاعت العين التانية. ابدأ ان انا ادي التفاصيل، ادي نفس السكتشز اللي انا ايه كنت شغال علي. فنتابع. بعد كده بقى هبدأ ان انا اشتغل في الانف. فابدأ زي ما شفتوا كده حطيت الاماكن بتاعت ثلاث الخياشيم حطيتها باللون. بعد كده بالقلم فرشة بدأت ان انا ابلند بحيث ان تبان التجسيدة بتاعتها. بعد كده اهو اديت لير خفيفة جدا. هبدأ ان انا استخدم درجة بقى من درجات الاسود، وفي نفس الوقت هنحاول بقدر الامكان ان احنا نمزجها بدرجة من درجات البينك اللي موجود معانا بحيث ان هي تدي تداخل، وفي نفس الوقت التداخل ده يديني التجسيد بتاع الشكل بتاع الانف الموجود في الايه في الكلب. فنتابع كده كل التفاصيل اللي احنا نكون شغالين عليها بحيث ان هي تديني التجسيد اللي انا محتاجه.
هبدأ بقى في المنطقة دي ان انا ارش بنفس النمط اللي ده كده ما بين درجة من البنفسجي الغامق ممزوج ببلاك، وهبدأ ان انا اهو ابدأ ان انا اضيف نقط بحيث ان هي تديني التجسيدة بتاعة الفم من قدام بتاع الايه الكلب اللي احنا ايه شغالين عليه. طيب هبدأ ان انا ابدأ ان انا اجهز التفاصيل اكتر اهو، هنحاول ان احنا نبلند برضه، نحاول بقدر الامكان ان الاماكن دي ما تغمقش مننا اهو. هبدأ ان انا اضيف لها البوينتس دي تكون معبرة برضو ما بين التداخل بتاع الالوان ما بين لون الكلب الاصفر وما بين الفم من قدام ان هو بيكون بالشكل الاتي ده. في نفس الوقت هحاول ان انا ارجع على التفاصيل كلها، فنتابع الكل. بعد كده هبدأ ان انا اشتغل بقى على الطوق نفسه بتاع الكلب، فزي ما انتم شايفين هبدأ ان انا اجسد، وبعد كده هبدأ ان انا اجسد في الجسم نفسه. فانا استخدم درجات من البني الغامق، وبعد كده هبدأ ان انا افيد عليها، استخدم ما بين درجة تانية من البنيات وفي نفس الوقت اهو بالمية بالفرشة بحيث ان هي كلها تفيد على بعضها، فيكون معايا الشيب الاساسي بتاع الهيكل او الطوق اللي موجود ان هو غامق او اغمق من الجسد بتاع الكلب اللي انا شغال عليه. وفي نفس الوقت ابدا اهو ابدا ان انا ادي تفاصيل لبقيه الايه الجسم اللي احنا شغالين. هبدأ بقى في المنطقة دي ان انا ادي التفاصيل الاساسية بتاعة الودن اللي موجودة. طبعا احنا بنتبع الماء بتاعة الظل والنور، فانا هبدأ ان انا ادي تونات ما بين الغوامق في المناطق اللي انا شايفها غامقة، وفي نفس الوقت ما بين درجات من البني المحمر، بحيث ان انا ادي التفاصيل بتاعة الايه الودان اللي احنا شغالين عليها. طيب وفي نفس الوقت هكون عندي جزء كبير من بيدنج زي ما انتم متابعين كده اهو عندي اهو. هبدأ ان انا اضيف الوان بحيث ان هي تجر الشادو شوية، ومن المنطقة اللي فوق بحيث ان هي تفصل برضو ما بين التجسيدة بتاعت الهيكل بتاع الوش نفسه ما بين الودان اللي موجودة ايه، وابدأ ان انا اغمق درجة فدرجة فايه فدرجة خلال البروسيس اللي انا شغال.
في النهاية ما تنساش بعد ما تخلص السكتش بتاعك ان انت تنشره على جروب التدريب الصيفي لكليات الفنون والهندسة. لو عندك اي تعليق او في اي تعليق على اللوحة او الشغل اللي انت اشتغلته، فاحنا هنكون موجودين بنساعدكم اول باول، واشوفكم في الفيديو الجاي.